أولى فقراتنا لليوم سمر مع المسابقة الأسرار اللي كانوا الطريق لتحقيق الهدف والانتقال إلى المرحلة الثانوية، لكن بتميز وإبداع. أكيد يا نور، ضيفتنا لليوم امتلكت الإرادة وبشوية تنظيم وتقدير لأهمية الوقت. هي اليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نتعرف عليها كمتفوقة ونعرف شو طموحاتها. أكيد معنا اليوم آية محمد العمار، متفوقة في شهادة التعليم الأساسي، ومع والدها السيد محمد عمار. صباح الخير ومبروك صباح. النجاح وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، أهلا وسهلا بك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية السورية. بدي بلش معك آية، بدي أقول لك ألف مبروك النجاح، ونجاح يمكن مختلف لأنه نجاح بطعم التميز والإبداع. خلينا نحكي عن المرحلة التعليمية اللي هي مرحلة التعليم الأساسي. هي يمكن بعتقد أول مرحلة تعليمية بتكون مهمة للطالب. كيف كانت بالنسبة لك هي السنة الدراسية؟ خلينا نحكي عن تجربتك ليستفادوا كتير من الطلاب، لأنه في كتير من الطلاب بيخافوا من شهادة التعليم الأساسي والبكالوريا، بيعتبروها يمكن نوعا ما هي شيء بيخوف بالنسبة لهم وهم بدهم يخلصوا منه. بس صراحة أنا بدأت إنه السنة الدراسية كنت حاطة هدف لإلي من أول السنة إنه بدي أجيب المجموع التام وقابل السيدة الأولى السيدة أسماء الأسد. فبدأت سنتي إنه بتنظيم الوقت، بالمتابعة الدراسية، يعني بتابع دروسي يوميا، ما أهمل أي درس كمان. فكان عملي إنه بالأمل والتفاؤل إنه يوصل للشيء اللي بدي إياه. ومثل الوقت كنت خاف شوي من إنه يخترب موعد الامتحانات، وخاف اني ما اجيب الشيء اللي بدي اياه، يعني انه ما اوصل. بس انت حاطه ببالك العلامه الثامنه من اول؟ اكيد من اول سنة. انه يعني كنت مخططه انه ان شاء الله بدي اجيب المجموعه الثامنه. خلينا نحكي عن يوم النتيجه. بدي اعرف مين خبرك بالنتيجه، وانت كنت متوقعه انك انت تطلعي الاولى؟ احكي لنا عن هذا اليوم، ويعني انت ومين كنت قاعده، ومين هو قدوتك بالحياه كمان؟ خبرت النتيجه اختي، انه كنا قاعدين انا وعائلتي، فيوم خبروني النتيجة إنه أنا كنت بتوقع حالي جيب المجموع التام، لأنه كنت عارفان إنه أنا شو كاتبة وواثقة من معلوماتي. يعني قدوتي بالحياة أكيد أبي وأمي، يعني أول شيء. الله يخلي لك ياهم. تمام، بس خبرتك النتيجة، احكي لنا عن مشاعرك أول حدا ردة الفعل. يعني هذا كتير يوم مهم بعتبره، يعني أكيد تفاجأت كتير مثل الوقت، يعني كنت كتير مبسوطة وفرحانة إنه الشيء اللي بدي إياه وصلت له، يعني تمام. بعد تعب سنة كاملة يعني وصلت للشيء اللي بدي إياه، فكتير فرحت بهاليوم، كان أحلى يوم بحياتي. أكيد يعتبر أحلى يوم بالحياة. أكيد، وبنتمنى لك فعلا التوفيق. يمكن أستاذ محمد، الأهل بيكون شريك مع الطالب، بعتبر الأهل أنا عندهم الشهادة مثله ومثل الطالب. خلينا نحكي عن شعورك أنت السنة الدراسية، كيف كانت بالنسبة لك، وقديش مهم دعمكم لابنكم بهي المرحلة لتقدر يمكن تخفف عنه القلق الخوف اللي بيكون متملكه نوعا ما؟ والله بالنسبة لنا هي السنة كانت سنة يعني متعبة، لأنه في عندي آية تاسع، وفي كان عندي بنت ثانية كمان بكالوريا. وعندي كمان غيرهم في ثلاثة جامعة. الله يخلي لك. يعني وصلنا لمرحلة إنه كله عم ينفحص سوا. كله عم يحضر سوا. يعني كانت سنة صعبة كثير، بس بالنسبة لآية يعني ثقتها بنفس عالية جدا. وعندها تصميم وإرادة، ومن البداية مصممة على العلامة التامة. حاطة يعني هدف وحابة تحققه. حاطة هدف إنه تحققه. والحمد لله نالته. بس قديش الاهل بيكونوا شريك ليدعموا شريك طبعاً الطالب طبعاً لانه طبعاً الاهل بيلعبوا دور كثير كبير. الدعم بده يكون من الاب والام كثير، يعني بده مشان اذا نامت يفيقوها، واذا نقص في عندها نقص بالدروس يأمنوا لها الاستاذ يتابعوها. كل ما اقترب موعد الفحص بتلاقي الخوف، بتخفف عنها القلق والخوف، تريحيها نفسيا. أكيد. يعني قلق وقت الامتحان كمان، بتيجي من الامتحان غلطت ما غلطت، يعني هالامور هاي كله الاب والام بدهم يتابعوها، بدهم يريحوها للبنت يعني وللطالب، يعني انه يرتاح، بيرتاح هو مع امه وابوه، بيرتاح الطالب. اكيد ايات دائما العالم تحب تعرف الحياة الشخصية للشخص المتفوق. احكي لنا عن حياتك، كيف كان الأجواء عندك بالبيت؟ هل كان في استنفار؟ كان في عندك راحة نفسية؟ قديش كنتي بتعدي وقت بتدرسي؟ وهل خضعتي لدروس خصوصية؟ كان في عندك أساتذة ولا لا؟ احكي لنا عن خصوصياتك بهالموضوع. اكيد اللي كان يتابع دراستي اهلي، وبالاخص اختي، يعني كان تابع كل شيء، انه مثلا يعني تهتم بدراستي، تضل متابعتني بكل خطوه، يعني شو عم ساوي شو عم بعمل.
وبالتالي كنت تخلصي تسمع لك كذا من يعني انت من الصيفيه بلشتي قبل التاسع بلشتي من الصيف ولا من لما بلش العام الدراسي بلشتي دراسه وحطيتي براسك هذا الشيء؟ لا انا شوي درست بالصيف تمام لما بدا العام الدراسي فشوي كثف الدراسي يعني كنت ادرس تقريبا شي 8 ساعات باليوم بس اكيد خلال ايام الامتحان كنت كثف ساعات الدراسه كنت شوي خاف انه من انه يقترب موعد الامتحانات فكان عندي شوي قلق يعني مع شوية قلق وخوف والنتيجة هي ما شاء الله إيه كنت أسألك على الصعوبات اللي واجهتك خلال هاي السنة إنه كان شيء وقدرتي تتخطي وأكيد لأنك حصلتي على المرتبة الأولى حكي لنا عن الصعوبات اللي واجهتك صراحة الصعوبات ما كان في كتير يعني صعوبات خلال السنة بس إنه الصعوبات أكتر شيء إنه خاف يعني إنه ما أجيب المجموع التام ما لحق المنهاج ما أقدر أكمل مع المدرسة يعني من هالشغلات وكان في عندك دروس خصوصي ما جاوبتيني عندك معلمين معلمات أنصار لا كانت مدرستي إنه كتير منيحة فإنه تابع معهم بس يعني الشيء اللي يعني حس إنه في ثغرات فيه الشيء ما لي فهمانيته أو بدي يعني بحاجة لإله فحط له درس بس إنه يعني بآخر فترة شيء بسيط بآخر بس قديش انت ما يمكن قديش بتقولي انه مع الدروس الخصوصيه ممكن تفيدك يعني قلتي بعض الثغرات يمكن هن يساعدوك بدروس الخصوصيه بس مع الدروس الخصوصيه للطالب بالمرحله الاساسيه ولا بتقولي لا للمرحله الثانويه لازم يكون الموضوع اكبر هلا اذا كانت المدرسه منيحه يعني الواحد ما بيحتاج دروس خصوصي يعني اكيد بالتالي مو يعني الواحد لازم يشتغل على حاله ويتعب لحتى يوصل يعني وكمان تعب الاساتذه هنا معك يعني يعني بيساعدك لحتى تجيب الشيء اللي بدك اياه اكيد يعني الواحد اذا لقى حاله مثلا ناقصه شبه الماده فيه يحط له درس خصوصي اذا كان يعني اذا بتحسي حالك في عندك بعض مثل ما قلتي ثغرات او حابه تستفهمي عن اي شيء بخصوص هاي الماده بتحطي دروس خصوصيه سيد محمد حضرتك مع الدروس الخصوصيه للطلاب بما انك يمكن عشت هي المرحله مع بنتك او بالفتره الاخيره بتفضل والله مثل ما قلت لانه الى سلبياتها وايجابياتها نوعا ما قبل الامتحان قبل الامتحان يعني بوقت بشهر الانقطاع اذا في عندها نقص بالدروس شيء ما اخذته بالمدرسه لانه احيانا ما بكفوا المناهج يعني ما بلحقوا يكفوا المناهج لانه كمان في كثافه نوعا ما تحتاج للدروس الخصوصيه نعم اكيد اكيد يعني انت مع الدروس الخصوصيه اكيد يعني درس مو فهمانيته تمام ومنقطعه هي من المدرسه يعني بدها استاذ اكيد طبعا يعني هذا الشيء منطقي بس يعني ايه بالنسبه لايه ما احتاجها ما احتاجها دروس خصوصيه الله يحميها يعني شيء بسيط جدا قديش يعني فخور فيها هلا وانت يعني قاعد جنب لايه وعم تحكي عنا هيك في لمعه بعيونك خلينا نحكي عن صفات آية المميزه خلينا نرجع لطفولتها كيف كانت تقضي كمان دراستها هل كانت من المتفوقين من زمان لهلا وبدي احكي كمان شغله سؤال ثاني عن الاستراتيجيه اللي ادت الى تفوق آية التعاون اللي صار بيناتكم كعائله واحده بالنسبه لآية من الصف الاول الحمد لله من الاوائل الله يحميها العلامه التامه يعني السابع السادس ما شاء الله العلامة التامة ما في نقص يعني ما في نقص وبالنسبة لها كانت تلاقي دعم كثير مننا يعني من أخواتها من خواتها في عندها أخت كانت تتابعها دكتورة تمام يعني كان وفي عندها أخت ثانية كمان يعني أخواتها كلهم يلاقوا الدعم يعني كنا متعاونين الكل حتى حصلنا على النتيجة الحمد لله المشرفة اللي بترفع راسنا وراس أكيد. ورايات الوطن عالية أكيد. أكيد الحمد لله أكيد طبعا يعني كان في تعاون بيناتكم مشان آية تطلع متفوقة بس من لما كانت صغيرة بس هي في عندها ميزة يعني أنه حب الدراسة أكيد مو كل الطلاب مو كل الطلاب مثل آية أو عندهم هاي الهمة والقدرة وعن جد شو كمان بدنا نحكي عن الدعم قديش كان دعمكم كبير لآية بالنسبة لها من البداية قلت لك تحب الدراسة آية غير البنات التانين ولا آية طبعا طبعا مميزة بعدين قلت لك فيها ثقة بنفسها كثير يعني بتثق بنفسها كثير يعني مثلا تيجي من الامتحان تقول لي أنا اليوم كتبت لازم أخذ العلامة التامة ما في يعني تيجي أحيانا متوترة أنه والله اليوم بجوز يطلع نقص نص علامة كذا يعني بتعرفي الطالب أكيد بيتوتر وكانت قلت لك تتلقى دعم كثير من والدته ومن استنفار بس يعني عم تحكي كمان سيد محمد عن عائلة نوعا ما تمتاز يعني عندها تميزات عندك عم تقول خمس أولاد عندك بنت بالتاسع بنت بكالوريا واحدة دكتورة الكل عنده يمكن حس التفوق بالمرحلة الدراسية يعني بعتقد كل أولادك عندهم هيدا النفس نوعا ما إيه الحمد لله الله يخلي لك يا يعني
أختها بكالوريا جابت معدل جيد الحمد لله. قلت لك في عندي بالجامعة طلاب اثنين شباب، وفي عندي أختها عم تقدم عم تحضر دكتوراه بجراحة الفكين طب أسنان. يعني البيت كله مميزين أكيد. نوجه لهم تحية كلياتهم وعم يلاقوا الدعم، يعني أنا وأمهم يلاقوا الدعم مننا أكيد. نوجه لهم تحية، يعني واحد نام فيقني بعد ساعة، فيقني بعد ساعتين، هذا الوضع. هي يعني العائلة الناس كانت استنفار، وخصوصا شهر الانقطاع. شهر الانقطاع عاملين معسكر داخل اثنين شهادة، يعني معسكر بالبيت. شهر الانقطاع كان معسكر بالبيت. اي تمام. والحمد لله نالت على المطلب تبعها. يعني يا خلينا نحكي احلامك طموحاتك، شو امنيتك بالحياة، ونحكي كمان على شيء كتير مهم، علاقتك كيف كانت مع انساتك بقلب المدرسة. خلينا نحكي انه قديش هذا الشيء بيأثر على النتيجة وعلى التفوق لبعدين. هلا انا بطمح بالمستقبل انه ضلني مكمله بهذا المستوى من التفوق، واسعى لشيء اكثر من هيك يعني. واكيد بدي ادخل كليه الطب البشري واكون دكتوره ناجحه بحياتي. بالنسبه لعلاقتي مع اساتذتي، يعني كانوا كثير يشجعوني ويحفزوني، كل الوقت يدعموني، يقدموا لي شغلات، يعني كل شيء بدي اياه منهم يقدموا لي اياه، فما كانوا يبخلوا علي باي شيء بدي اياه منهم. تمام، كتير حلو هيك العلاقة، أكيد كتير بتأثر على التفوق والنجاح. احكي لنا شو بتحب كوالد آية، شو بتحبها بتشجعها تصير طب بشري؟ لأنه دائما الأهل بيتدخلوا، يعني ابني دكتور أنا بدي مثلا ابني دكتور أو دكتور مهندس. يا مهندس يا محامي يا محامي مزبوط. وكتير من الطلاب بيردوا على أهليهم، يعني لو شيء ما بيحبوه بيفوتوا كرمال أهليهم، ولا بتدعمها بالخيار. طبعا بحب الطب طبعا، بس القرار الاول والاخير لها. بس لو كان قرار مختلف تدعمه بقراره اكيد. تمام اكيد، يعني القرار هي اللي بدها تدرس اكيد. يعني فيني احطها ب ما فيها تتميز الا اذا كانت حابه الشيء اللي مثلا اذا بتحب الطب اكيد بتتميز. بحب الدراسه أكيد. بحب الفرع اللي بدها تدخل فيه اكيد. يا شو حابه تدخلي طب ولا طب؟ حابه طب. طب كيف هلا يمكن النفس عندك اختلف بعد حصولك على العلامة التامة بالتعليم الأساسي للتحضير للبكالوريا؟ يعني لسه في عندك مشوار طويل، بس بعتقد يمكن صار النفس أقوى أكيد. يعني صار عندك إصرار وإرادة أكثر من أول بعد أكيد. هذا الإنجاز يعني كلت أنه مثلا كتير كرموني فهدول التكريم كان في احتفاء واحتفال فيك فأكيد كمان تكريم السيدة الأولى أكيد. يعني هو بفتخر فيه وبفتخر أني يعني قابلتها للسيدة الأولى فبطمح لمزيد انه اكيد بالشهادة الثانوية بدي اطمح انه قابل السيدة الاولى مرة تانية. قلت لي انا آية اللي حصلت على العلامة التامة بالتعليم الاساسي بدي احصل على بالبكالوريا اكيد. واكيد يعني حافز ودعم لي لحتى اكمل بهذا المسير، وظني بهمة اكتر يعني من هيك اكيد. هلا آية اللي عم يسمعنا من الطلاب التواسع السنة الجاي، اعطيهم نصايح انه كيف فيهم يفوتوا السنة الجاي على التاسع وهن عندهم هالهمة وعندهم هالإرادة، يعني اعطيهم نصيحة انه التفوق مو شيء مستحيل. خلينا نسمع كم نصيحة لك، لانه في كثير من الطلاب يسمعونا بيقولوا مستحيل العلامة تامة مو معقول. اكيد النجاح والتفوق والتميز يعني مو وريد الصدفة، هو بده شوي تعب من اول السنة، بده تنظيم وقت ويستثمر الشخص يعني بالشكل الصحيح، وكمان متابعة اليومية للدروس، ويكون معد بشكل صحيح للمرحلة التاسع، ويحط هدف من أول السنة. ما في شيء مستحيل يعني، إذا هو تعب شوي على الشيء اللي بده إياه بوصل لأي شيء. إذا بدنا نعرف شو سر نجاحك وتفوقك وتميزك أنت كآية، يعني بينك وبين حالك بس تعدي، شو بتقولي؟ أنا بحس إنه إصراري وثقتي كمان، إنه أنا كتير بثق بحالي وبآمن بذاتي إنه بدي أوصل للشيء اللي بدي إياه، ف يعني وإن شاء الله هيك كمان بالمستقبل بوصل لكل أحلامي أكيد. إن شاء الله. سيد محمد، شو بتوجه رسالة لكل الأهالي اللي عندهم شهادات تعليم أساسي أو ثانوية للعام القادم؟ كيف ممكن يلعبوا دور بدعم ابنهم؟ نوعا ما يخففوا عنه الخوف القلق، يكونوا معه على الحلوة والمرة، بحيث ما يكونوا بالنسبة للولد هو كمان قلق الأهل، لأنه الأهل بيلعبوا دور، يعني إضافة للشهادة ما يكونوا الأهل لهم دور سلبي، لا يكونوا لهم دور فعال وإيجابي معه. يعني أمنوا لهم، أمنوا لهم الجو المناسب بالبيت. تمام. يدعموهم ماديا ومعنويا أكيد. متابعة بالدروس متابعة إذا في أساتذة خصوصي، يعني هالشغلات يعني الأب والأم بيعرف، كل أب وأم بتعرف شو هي وظيفتها بالنسبة
لبنته وكل اب وام. لا بس في اهالي بيزيدوه على الطلاب. بتمنى ابنه يكون احسن شيء. تمام بس في اهالي بيزيدوه على الطلاب يعني بيسببوا له التوتر بيشكلوا له الخوف. هذا غلط. اضافي بده يريحوا نفسيا للطالب. تمام يعني لما بيشوفه متوتر لازم يريحوا الاب والام لازم يريحوه. طبعا كل اب له اسلوب وكل ام لها اسلوب. لانه ممكن طالب مثلا اول ماده يقول له ماما انا قصرت تقول له تعمل له نوعا ما خوف. لا بدك تنسى الماده. ما في كلمه قصرت عنكم بالبيت ابدا انتم. او خفت اذا نقصت علامه علامتين. قصرت بتجيب تماما الامتحان الجاي بتجيب. الدور اللي عم نحكي عنه قصرت الامتحان الجاي بتجيب ما في قصرت. اكيد الراحه يعني النفسيه قديش هي ضروريه لآية والانجاز تبع آية. لمين بتهدي كوالد آية؟ الراحة النفسية ضرورية جدا. تمام. وأنا الإنجاز والتفوق بهدي. بالمناسبة أنا بستغل الفرصة وبرفع تحية إجلال وأكبر للجيش العربي السوري. طبعا أكيد. بمناسبة عيده وتحية ولاء وتقدير للسيد الرئيس بشار الأسد والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. نهدي هذا التفوق لسيد الوطن وللسيد الأولى اللي راعي المتفوقين وإله كل الشكر على رعايتهم وحنانها. نحن قابلناها وكان إن الشرف إنه كرمت المتفوقين وكحلنا عيوننا بشوف برؤيتها. نشكرها جدا وإن شاء الله بعد 3 سنين بترد بشوف آية بالبكالوريوس. هذا طموح على آية لأنه آية من الصف السابع من الصف السادس حتى بتحلم إنه تقابل السيدة الأولى وتحقق وإن شاء الله هلأ وعدتها هي بس قابلتها وعدتها أنه بعد 3 سنين تشوفيها من المتفوقين والعلامة التامة إن شاء الله بالبكالوريوس. تمام. يعني كتير في من الطلاب الأهالي ما بيساعدوهم معنويا يعني لا بيوصلوا لدرجة إذا ما حصلوا على النتيجة المناسبة مثلا أو التفوق بيكتئبوا كتير الأهل بيجوا ضدهم بيتوصل هذا الشيء لنتيجة الانتحار. حكينا عن هذا الموضوع يعني قديش الأهل بيأثروا سلبا أو إيجابا على الطالب وعلى حياته حتى يوم النتيجة كمان. هلأ كل طالب إلا ما يغلط يعني ما في إنه أكيد. والله كل طالب إلا ما يغلط. كل واحد كمان عنده قدرات لازم يعرفوا وكل واحد له قدرة سبحان الله كل واحد له قدرة. أما بالتالي يعني ناقص علامة نص علامة يعني شو بدك تسوي يعني هاي قدرة الطالب هاي قدرة الطالب والتوفيق بيرجع من الله. أكيد التوفيق من الله. قديش هلأ بتطمح إنه فعلا آية تحقق العلامة التامة بالمرحلة الثانوية؟ كثير. قديش رح كمان يكون إلك دور مثل ما كان إلك دور كتير كبير بشهادة التعليم الأساسي؟ إن شاء الله نحن بلشنا من هلأ يعني بهالوقت هذا بلشنا بالمتابعة نأمل لها مدرسة تكون جيدة أساتذة يكونوا يعني من الأساتذة القديرين وإن شاء الله بدها تكون متابعتنا لها يعني كثير قوية مشان نحصل على العلامة التامة. قلت لك التوفيق بالأول وبالآخر على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني آية من الطلاب المجدين من الطلاب قلت لك اللي ثقتهم بنفسهم عالية. أهم شيء ثقتي بنفسها عالية يعني واضح هيدا الشيء وأكيد يعني بتمنى يعني لآية يعني بتروح على الفحص طبيعية جدا ما في توتر لأنه عارفة حالها ما في شو توتر. هي حقها بالنفس يعني ما في توتر تروح لحالها يعني جي رفقاتها كل واحد أبوه وأمه وصلوا بالسيارة أنا ألا وصلك بالسيارة كذا لحالها. برافو آية يعني آية أحكي لنا بالخيطين بتهدي إنجازك. بهدي إنجازي للسيد الرئيس دكتور بشار حافظ الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد وبهدية لأهلي اللي تعبوا معي وقدموا لي كل الدعم واللي كانوا دائما معي بكل خطوة يعني بالسنة الدراسية وأكيد لمدرستي وأساتذتي. أكيد بنشكرك لوجودك معنا بنشكرك لوجودك معنا. تفضل. نشكر الأساتذة اللي قاموا على تعليمها. أكيد نوجه تحية لكل المعلمين في سوريا اللي لهم دور كتير كبير. مدرسة وائل نبيل العربي وعلى رأسهم المديرة. تمام. ونشكر كل أستاذ تعب مع آية ووصلها لهالنتيجة هاي وقلكم الشكر. ونحن بنتشكركم على وجودكم معنا وأكيد آية أنت فخر لنا ولكل حدا سوري
قدوة كتير كبيرة لكل الطلاب. شكرا لوجودكم معنا وأهلا وسهلا فيكم. أكيد نتشكركم على وجودكم معنا آية، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله يا رب هيك بعد سنتين ثلاثة نستضيفك معنا على شاشة الإخبارية وتكوني حاصلة على العلامة التامة بالمرحلة أو بالشهادة الثانوية. نتمنى لك التوفيق، نوجه تحية كمان مثل ما قلت أستاذ محمد لكل المدرسين في سوريا اللي لهم دور كتير كبير لدعم الطلاب ليحصلوا على نتائج مهمة بشهاداتهم. شكرا.